رمضان بيبقى غير لما احنا نبقى غير، نملى اوقاته بالخير ما نضيعها علينا، والخير اللي فيه كتير والاجر بايامه كبير، بس النية والتدبير لازم يكونوا فينا. لما احنا نبقى غير ما نضيعها علينا، والاجر بايامه بصيامه، انوي يبقى لوجه الله، انوي ما تفرط بصيامه، انوي يبقى لوجه الله، يلي رضا ربه قدامه ما بيهتم الغير ولا ما بيهتم الغير ولا. لا 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 لا، رمضان بيبقى غير ربك، غذي الروح الأجر يزيد، زيد الطاعة واعبد ربك، غذي الروح الأجر يزيد، لكن اوعى تنسى عملك يلي منه الناس تفيد، يلي منه الناس تفيد. لا 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 لا، رمضان بيبقى غير لما احنا نبقى غير، والخير اللي فيه كتير، لا تأذي غيرك ولا حتى بعد الصيام، بصيامك لا تأذي غيرك ولا حتى بعد الصيام، خلي الصوم يعود خيرك، يبقى معك طول الأيام، يبقى معك طول الأيام. بيبقى غير لما احنا نبقى غير، نملى اوقاته بالخير ما نضيعها علينا، والخير اللي فيه كتير والاجر بايامه كبير، بس النية والتدبير لازم يكونوا فينا. لما احنا نبقى غير ما نضيعها، والاجر بايامه كبير لازم يكونوا فينا. رمضان بيبقى غير لما احنا نبقى غير، نملى اوقاته بالخير ما نضيعها علينا، والخير اللي فيه كتير والاجر بايامه كبير، بس النية والتدبير لازم يكونوا فينا.